حياكم الله متابعينا، احنا اليوم باستضافة ميك اب ارتست جناين، حياك الله معنا في برنامج بيوتي. الله يحييك حبيبتي، شكرا لاستضافتي. كلمينا جناين عن دخولك لعالم المكياج وشنو اللي ألهمك انك تدخلين في هذا العالم. انا امي ميك اب ارتست، فانا كبرت وانا اشوفها تحط مكياج حق عماتي وخالاتي والزباين، وايد منهم كانوا عرايس، فالهمتني للامانه. يعني امي وايد تحب الجمال والهمتني ان انا اتبع هذا الطريق. شجعتك؟ وايد وايد كان تشجعني في بداياتي. لما كنت ابي مكياج عرايس كنت اطلع للفنادق، كنت اكون في حاله مثل ما يقولون رهبه، ان كانت اول مره فكانت تي معي، ودائما انا وياها. الحين يعني كبرت انا، فقامت قمنا نعطي بعض نصايح، نعطي بعض افكار، فالحمد لله على وجودها معي. تتقبلين رأيها؟ اكيد طبعا نقد؟ طبعا، يعني امي تعرف مصلحتي وتبي مصلحتي، فما راح تنتقدني الا نقد بناء. بس جيل عن جيل يفرق، اكيد طبعا، فعادي يعني يكون عندكم اختلاف الثقافات. ممكن صح يكون في اختلاف ثقافات، بس كونها امي انسانه اب تو ديت يعني مع الموضه، فما راح ما يسبب لها عرقله في المجال الفني. تفرضين انت رايك ولا هي؟ ولا واحد فينا يفرض رايه، يعني نتشارك الراي بكل رحابه صدر. بما ان احنا قاعد نتكلم عن المكياج، شنو الموضه الدارجه الحين؟ موضه الجلوي حاليا وايد دارجه، انه يكون وجهك كله جلوي، جلوس، تحطين لك مسكرة، نو ميك اب ميك اب، يعني هذه وايد دارج، وبالاضافه الى جل الحواجب مكتسح عالم المكياج حاليا. والايلاينر الملون يقولون هبه، ممكن يكون هبه الملون، بس مو مثل الباقي اللي قلته، يعني الملون يكون من باب التغيير، بس مو معتمدين البنات. ده عروسة جت لك قالت لك أبي أسوي مكياج، شنو أول نظرة لك حقها؟ لازم يكون مكياجها صالح ليكون زمان ومكان. العروسة راح تشوف صورها لعشرين، ثلاثين، 100 سنة قدام. لازم لما تشوف مكياجها ما تقول أمبي أنا حطيت هالمكياج بعرسي. هذه المشكلة، مو كانت موضة؟ مو هذا هو، لا تاخذين الموضة، اخذي الكلاسيك. انت عروس تاخذين كلاسيك، سالفة انك تكبرين عينك وايد، تسحبين حوالي، راح تتحسفين. فدائما حق عرايسي احب لهم شيء الكلاسيك. انا ما مانع الحمرة الحمراء، في ناس يمانعونها، طول ما انه وجهها يعني ككل ناعم حلو. يعني تخيلي نفسك بعد 10 سنين، شو راح تقولين لما تشوفين نفسك؟ اذا راح يعجبك سويه. طيب بشرتها؟ البشره للامانه هذا الشيء وايد اواجهه مع الزباين، انها تكون بشرتها لأن جدا، راح تقعد ساعات طويله بالعرس. بالضبط، حتى لو هي مو عروس، وايد زباين تكون بشرتهم تعبانه، تحتاج عنايه، تحتاج جلديه. تي تقول لي انا ابي جلوي، انا ابي كيت وكيت، اقول لها ما ينفع. المكياج مو سحر، المكياج يغطي العيوب، المكياج يبرز جمالك. اما اذا بشرتك تعبانه، ما المكياج ما راح يغطي هذا التعب، ممكن يعطي وهم. البشرة أساس المكياج، ما اعتنيتي فيها المكياج ما رح يطلع بالشكل اللي تبينه. شنو يعني الواحد ممكن انه هو يسوي عشان يعتني ببشرته مثلا؟ طبعا اول شيء اذا انت بشرتك فيها الاكني اللي هو الحبوب الحمراء قويه، تلجئين الى دكتور مختص، هذه اول خطوه. ثاني شيء اذا انت بشرتك عندك اشياء خفيفه، حبوب تحت الجلد، تصبغات، جلسات. العالم متطور، العلم متطور الحين، فالعيادات مو مقصره. تسوي لك الجلسات، تعتنين بشرتك مع الكريمات، فرش المكياج تنظفينها. اذا ما نظفتيها انت ما تدرين شو كميه البكتيريا قاعده تدخل في بشرتك. فهم هذا الشيء وايد انصح فيه زبايني، انكم تشربون وايد ماي، تعتنين ببشرتك بعدين تين، مو قبل المناسبه ب5 ايام تقومين تعتنين فيها. تعتنين فيها، خلي لايف ستايلك انك تعتنين في بشرتك. طيب تفرضين رايك على العروسه؟ احاول ما افرض قسوة، ولكن أحاول أوجهها على قد ما أقدر، لأن لي نظرتي بالنهاية هي العروسة، هذا يومها، أنا بيها تطلع من عندي سعيدة، تطلع من عندي بشكل هي راضية فيه، فأنا أناقشها، تكون بيننا دائما مناقشات. والحمد لله، الحمد لله، عرايسي لما يجون لي يكونون واثقين، يعني ما تي لي عروسة مو عارفة شغلي، عرفت شلون؟ فمرات عرايس يقولون إحنا ما ندري، نسلم نفسنا لك، أنت سوي اللي تبينه. فما افرض رايي بقسوه للامان. جناين اكيد احنا مستمرين معك، بس نطلع فاصل ونرجع. اذا مشاهدين فاصل ونرجع تابعونا. رجعنا نتواصل معكم ضيفتنا اللي منورتنا في برنامج بيوتي ميك اب ارتست جناين. بالنسبه حق البشره مثلا، شلون انا رايح بروح السوق ابي اشتري مثلا ميك اب يكون مناسب حق بشرتي او الكريمات، شلون اختارها؟ على اي اساس؟
في انواع فاونديشن مناسبة لجميع انواع البشرة، وفي فاونديشنات حق البشرة الجافة، في حق الدهنية، وفي ناس عندهم مثل ما يقولون الوردية. كل بشرة لها فاونديشن خاص فيها. انا حق زبايني افضل استخدم الكريمات اللي تمشي مع كل انواع البشرة، واثبتها بطريقتي الخاصة. اذا انت عندك مشكلة معينة في بشرتك، لا تشترين فاونديشن وانت مغمضة، لازم تعرفين مكوناته شنو، ينفع حق بشرتك ولا لا. قلتي أثبت المكياج بطريقتي الخاصة، شلون إذا أبي مكياج يدوم طويل، يعني طويلا يعني معاي طول اليوم مثلا، خصوصا احنا بجو الرطوبة؟ احنا جونا وايد حار، فانا عندي يعني الوحده لازم ما تستغني عن اللوس باودر. اللوس باودر يثبت المكياج، اللي هو سيتنج باودر، يقعد معاك مكياج اللي بالليل، ما يخطط وجهك ولا تكنيك خاص بالاستخدام. مع هذا عندك السبراي، الفيكسنج سبراي، في ماركات وايد معينه، انا استخدم كذا ماركه، مهمين جدا خصوصا في جونا الحار. وفي بعد هذا اللي يعطيك مثل اكسجين او شيء شي ينعش البشره. الفيكسينج سبراي صح، هو ينعش البشرة ولكنه مو مثبت. اي بس انه بين فتره وفتره عادي ارش على الميك اب، عادي، ما يخترب مكياجي لا لا مثلا. عادي عادي. زين شلون اختار الالوان المناسبه حقي؟ الألوان المناسبة، أنتي سامعة في الأندرتون اللي هو اللون اللي تحت البشرة، في بنات الأندرتون مالهم أصفر، في وردي، وكل واحدة لها الألوان اللي تناسبها. في بنات نمشي على لون عيونهم، فهذا الشيء دائما يلعب دور. يعني أنا مو أي واحدة يمشي معاها الأي شادو الأخضر، مو أي واحدة الأي شادو الأزرق، الكل يمشي مع النود، الكل. تعتمدين بالعرايس؟ وايد اعتمد العرايس، انا راقي جدا، النود او الورديات بس ما كلش ما يبين، كني مو حاطه مكياج. مو هذه مشكلتنا، احنا عندنا عروس يعني وايد مكياج، ما يدرون ان العروس كل ما يعني المكياج الراقي بالتكنيك مو بالالوان مو بكثرتها. شنو الادوات اللي ممكن انها تكون يعني متوفره عندي علشان اعرف شلون احط مكياج حقي؟ طبعا الفاونديشن مناسب، فاونديشن كونسيلر، هذول اهم شيئين. تاخذين لك اللوس باودر، ما تستغنين عنه، اللوس باودر اهم من الكومباكت باودر. الاي شادو اذا انت مبتدئه او مو وايد تحطين مكياج، اخذي لك باليت واحد في الالوان النود، اوكي، او باليت مصرة على ثاني النود. اي لازم الباليت الثاني اللي فيه الوان اذا انت تحبين تشكلين بالالوان. اما اذا انت لا تنطلقين بالالوان، تختاري لك اي باليت تبينه، سواء في جليتر او ما في جليتر، ايا كان. شو النصايح تقدمينها حق البنات اللي مثلا حابين يدخلون مشروع مثل هذا المشروع؟ خلي قلبك قوي وخليك واثقة من نفسك، لأن الناس أذواق، ذوقك هو يعني زباينك راح يجون حق ذوقك أنت، فخليك واثقة من هذا الشيء، لا تخافين. الخوف يوقفني عن كل شيء. أنا أخاف والله ما يعجب هالمكياج، أنا أخاف أحط هاللون عشان الناس، لا، أنت حطي اللي عاجبك وراح يعجبهم لأنه هو عاجبك، لأنك واثقة من نفسك. فأي واحدة حابة تدخل المجال أنا أشجعها وأقول لها دخلي واستانسي. فارضة بصمتك بالسوق؟ طبعا الحمد لله. شنو هي البصمة؟ شلون أعرف إن هذا الميك اب وهو ميك اب جناين؟ نظافته، مكياجي وايد نظيف الحمد لله، ووايد معروفة سمعته إنه هو نظيف. هذا أهم شيء عندي، إنه يكون نظيف، ما يكون مكتل، تلاحظين كل شيء مدموج على بعض الألوان. وأحب يكون مثل ما يقولون لبناني برازيلي مكياجي، هذا شيء وايد ينقال. ماخذة دورات في هذا المجال صح؟ ماخذة وايد دورات، تقريبا 9 دورات ماخذة، لأن أنا بالنسبة لي ما أعتمد على الموهبة فقط، الواحد لازم ينمي دورات، ينمي مواهبه لو شنو كان. ودائما تسوين ابديت حق معلوماتك بالمكياج وكذي؟ دائما، كوني انا انفلونسر في تيك توك وفي انستغرام، هم هذا الشيء لازم اسويه، لان عندي فيديوهات، عندي اشياء اسويها، فلازم اكون ابديتد على الموضه اللي قاعد تطلع. واجهتي تحديات؟ لا، يعني انا بالنسبه لي القمه تسع الجميع، فما اشوف الناس كتحدي، انا تحدي انا السابقه، يعني انا اتحدى نفسي امس. جناين شنو كانت ما تسوي امس انا راح اسوي اليوم، شنو كانت تسوي امس غلط ما راح اسوي اليوم. فلا، كل الشكر لك، استمتعنا بالحوار مع جناين، وموفقه يا رب حبيبتي. القادم دائما نقول لكم اجمل في برنامج بيوتي، مع السلامه.